بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم عز وجل من مكانة عظيمة ومنزلة كريمة سامية حيث يقول جل سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال جل شأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وتعلمون أن إنما من أساليب الحصر والقصر يعني مثل هذا الصنيع الجليل المفتخر به لا يصدر إلا من كانت هذه صفتهم وعنه صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة فما أسعد من سخر لبناء مسجد لله عز وجل يتعبد فيه لله ويتلى فيه كتابه ويعلم فيه العلم الذي هو الهدى والنور والمصباح المنير في الطريق الذي يسلكه السالكون إليه جل في علاه وهذه الطريق تنتهي بهم إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ولحسن الحظ كل هذه المواصفات التي ذكرناها قراءة القرآن والتعبد لله بالصلاة والذكر ونشر العلم النافع
هذا المكان الذي نحن فيه الآن نقطة انطلاق لتحقيق كل منها، فنشكر الله عز وجل على حسن توفيقه واختياره واصطفائه. ولهذا فإنه لا يفوتني نيابة أن أخينا وشيخنا أبي عبيدة محمد بن الحسن سلة أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجمعية بصائر الخيرية التي تقوم بأعمال الخير في دولة الكويت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. كما نشكر بالنيابة عن الشيخ أيضا شكرا خاصا للمتبرع الذي تم بناء هذا المسجد على نفقته فجزاه الله خيرا، مع العلم أنه لا يعرف من هو، يعني مبالغة في الإخلاص والتكتم على أعماله الصالحة فإنه لا يعرف من هو المتبرع، حتى إن الشيخ قال إنه لا يعرف المتبرع الذي بني المسجد على نفقته. لكن ليس هذا هو المهم، وإنما يكفي أن يعرفه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأن يكون له أجر مذخور عند الله عز وجل يجده أمامه يوم القيامة. فكل عبادة نقوم بها في هذا المسجد، وكل ذكر، وكل تلاوة للقرآن، وكل درس يتعلم في هذا المسجد فإنه له حظ منه إن شاء الله تعالى، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. والشكر موصول كذلك لمؤسسة مراقي للتعليم والتنمية على جهودهم المشكورة والملموسة في نشر العلم وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. كان من المتوقع أن يكون العدد في هذا المسجد أكبر من هذا، ولكن كما لا يخفى عليكم أن كثيرا من مسؤولي الحكومة في حملات انتخابية فتعذر بذلك حضورهم جسدا، وإن كانوا حاضرين معنا إن شاء الله بنياتهم، فإن فاتهم هذا فإنه لا يفوتهم إن شاء الله السلوى التي يحصلون عليها بأجر النية، فجزى الله الجميع خير الجزاء وجزاكم خيرا على حسن حضوركم في هذه المناسبة الكريمة. الحمد لله التي غننا نجيم بالله وصلني وغي فارندو أن نبي منك أما محمد صلى الله عليه وسلم كننا نجيم بالله الله تورانا القرآن النغندي يمم باني بيت كنين الله كانون كورانا كبينو غليمانا غتي اللي أدو القيامة كوتا إذا سلون شجندي إذا جاكان كيني أمبانا نانا برين جاكان يبا ولا يمكن شنون دين يبا إذا ما كانوا يمباني أكما نيا الله باني كم مغان كوتو سيري دون كونو أواسيني كنا نجل التاق سيري كتاي دون كونو الله نقونا الله تورانا جل وعلا مسيرون شوني الله هوي كما يمباني قريكا هني الله يكانو كنو غندي يمسلو كنو غندي الله فارنغ عليه الصلاة والسلام أتي بيغانا كاسي كندي الله دنغاني هاري كنغا غو پورتينين قبانين چاوران پاقيني ما الله غرا كاسي كندان دنغاني أرجان دنغاني كينا جيلي ولالين انتاغون پو غورنيي الله نسيرم مغا جيمو كنغو اللي دنغاني أمبان أنا دبارتان نابورنيي با أنا دبارتان چيمينيي با anna dabar ti soro nyokinde ne katta ke khairin golle ba insha Allah Allah kelono ke hadise no gondia ke dingre be osuga ano gondi lenki ke nganni ke kai ke ni Allah mbatiranye Qur'an an karlanye ni Allah pin koni ranye ni tuagu mutira ranye ni aga ku hinu be osuga koni isuni hiyai hibe dankana gontenga ke dingirai khere khere yi ke misire na soronya kitengure benu isugulante ngati tuawon kibare nyai inta hoho daga manya dinan kibare nyai kebe gan kawanya na misire no gondi hammini kembane na kembane da barne kebe gan takawana nya misire no gondi ta kinda barne idan ke ni dingira dingira banga tan di kuma kan kudon suka humantenga
yema ko fogon to ngayran ko ne to awu mutira ke nyani to awu kebe ga sirin kinyana arjanna bo ni allah faran alayhi salatu wassalam ati sirebe ga na killebatu anga to awu muru ken killedi ma allah ga ran choni di ken kille kata arjanna nuwarin dem po kare kare denga kata jam'iyyat basair al khairiyya kenga kuwait kubenu yaganya kemisire sigen chababunga Allah gari kum magagamu dingira siginde nangani dingira be Allah mbatira nyani tisallenga adu i'tikafnga adu Allah pinkonnga adu Qur'an karanyenga adu tuagunguti yang ho suga karere gelli tuagui ho suga nyare gelli Allah mbatte Allah pinkonne suga nyare ngunne harfe suga karere ngunne gelli Qur'an andi insha Allah kembara yanga akinyenia kwani hinu ngawan kawana mehiri hinu benu kemmo wane gadi nuwarinde kherekrente nga katta kebe gara misire ke sigindi wadi kebe gara misire ke sigindi hala to gonta bal sheikh ni meti ken ta to gontu ka kemma ken toro harbane boyna baraje ke tangante nyane alla no kunga wakati na imam al-bukhari anto to on okunta wala selebe gan bal wona to gotiadu ka koni wala bala memor ka ko to to gonyan ko nengi nyike yaa ngamma soro nyantini rahimahullah rondo kiye kem baraje sonin tenyani wujine ho sine halle gela kenga faara do lenkina ga abara jen sonin tenya kendi kuna nanti soron tantu kempe di harbane karle manga be nyene re wo kitabun tu soron nyandi wallahi to kontu indenyi met khali toro mane gay baraje nga kinyenia urondo kiye duna suka nasi garam pinko garan jakki garan to gonko garan to liunko anga manyati allah na suntai anke nga sakan qabran no ko soron ngatin rahimahullah andu yang kankate ngame idan wan warni haruganta sirebe ganni wan warneti sheikhin togonga adi gol nyalle mundi kapalle mundi kharle mundi togong kemmo wani nuari ndenga katta muassasat almaraqi litta'lim wattanmiya o wi gan warni idro gote kallangun ton kamma dawan kilendi aratu agun chankinde nkilend kemmo gane hakum ben suka hadari ran konne o bane sun warni di togonga adi jamunga watnan di yoga hakati beno kon hakati kote nyani di ngiranu lateni e sa simpinga da wanyane si wadi sansi buchine kebe ga matondi a haga wakile na kenya wutu na leran konne ka insha allah o subara jenga awa allah no kunga jama kenyi gan kawana mpungo kee na asa bunya adaro enki nye sere kore gabe jamaane ken gondi bal misile ke menan katu siki arantanyana ma yimman kon dungi nganadi adi tuwa ko nganayadi ka igabe ga makatu hadar ni ka hino yiran kunelenki lenki al hala kebe ga tariani uswatu nanti wote malato igabe awa inta jamane ke menta debe kino gondi yiran kunne kenya sabunga sere gabe ga makati hadar ni ka hara ga na igama hadar ti hatonga ka awa inga nienga yere hadar yen gondi ikilungo kama idu ange nga yiran kunne kende kuna waka sunwarni hakati liri ay kendi kuna waka sunwarni ti sherin tonga tona ka sunwari ona jama ki rasu ona ka sunwari bari mandin kol be alatin tu jalla wa ala be sallaki la kan sallallahu alayhi wa sallam okola ala ko qur'an o kono jamangol mu ala letat jamangol ala letam momo tante pour ka fo men diate yibe wala kelaje bari ala letam jamangol ti alafta men yekije wala ka kije andum mo kana fenkumandi kakafu alala alala kordal kono ni lafta wala bita alala kordal bantale ya kije bari alala kordal kono ala doron ne kabatuje ate doron alafta menna wala kake wadulal ala kokote ke molle ka alala kordal balundi ka balundi nyari ka balundi ni salola ka balundi ni alafin kon wala ka balundi ni qur'ana karan wala anin ka londo janjan londo memme mol nafala abe futandila alala arjanol ako modron nebe okela alala kordal kono momel limaniyata alal limaniya man tara momo bulu itelak na flo bondinola kake alala kordal kono andu menga jere jaman jamale be banko kan ibe hatajirin yentake dadaku bari kotiyol bije bukela kodo bondi kake o jamol munatinna kadu limaniya men fota wotije dula jamal dula jelle be nyim banko kan men sulata jaman wala kotiyol bi yemen yalon kafu ke la nafulol ta kadu ndi feya ko le kono anin kol men man nafasoto bare buke la kodo bondino kadu ndi odlal kono muniyatin na katu limani ya nyole tije wala na alako bi adati hasr wa qasr akum mol dron ne ka wokeno men yalon kafu ko limani ya ta alal anun fana limani ya ta alkiyamal lungol kafu ko nin alabe bennale andi ko barol menke alabe jola abara jola
ye salol fanandi ka chartol timbandi ka ke kom ala ye sasi ala nyamin ay yamara ala nyamin anim fan ye nafulol fanan jakol bondi ka di wala ke niol jakol bondi kan niol nyinka senen ako nyim mari nyol men ngela ko foten nyinu doron ne ka ala la cordal mutano ke balundi ke topoto na man ke nyinu di mo koten ta ke no ako nyim mol adobi je be kala molti le meni be ni ni basotula ala ya ala mambe ka fula wala mari ngol be nyindula men na jamu ala badulale ala doron ne ka badu jama ngol kono ala doron ne la ko ka foje wala tinna hani wafiro nin sandiro ya bari jama ngol kono karun je comme kila fo nyamen na ako ala la bungol jemu ala bati dula doron net kabiri modul ta jama kono ya jalamuto kije sahabol nyapita ka kila ko ala bule jiota ya bonga kan kabira bata kila ya mun fay aya kuma ndina ko nyin bungol me ba ko ten ala la cordal nyinu fema fembu ka kija namanki ala bato doron net aninka ala finkong aninka ala waran oto ala batula olem jamol aninka ala finkong jalla wa ala aninka ala la kitabo karang qurano me ka karang jama ko no aka fasamanti amen sodan ni ya karang dula ko ren mankiling anin fanan ka londo janjang londo men molke fanna fal londo men ke futandi aljano ko no ala nata ntel mantaben ni na sheikh o men kita sheikh abu ubaida anu men ye jama ngolo ni kol men be fota ni nu be soto la ni jama ko no le insha allah taala katun jama woni be karafari menula wol man fellom fondina ko ani ala la duño be ko mento jama wala kito mu fenga fenti ya lonne italiano ne men nyanaka ke jama ko no ani men man nyanaka ke jamol kon yo lon wala nani kila la balwo jube kila kartanu nim mol nata kam moku maringol wala naraftaka mol samba kele dulal wala naraftaka mol kafunyola pour ka fem foye men kum mat akata la jamol kon karun jemunu kar molet annu ala badula fanan nemu salul kakije atikavo kakije ala fin ko kakije anim fanan qur'ano ka karanje oto ni o kol sotata dulal mento ala e momem mantabe ngite yele na flo dundije wala yele miro dundije wala te kafuta mol la menuka je topoto wala ala je karafaitel wala te ke nyaton ko dije ala ku bale ditela ko me yalon ka foko nyanta ka ala tento akanne kende oto momen ke tanin jama wala sababoti ka fo men ke tanin jama wala wala sababoti wala mu jamhiyat basair al khairiyya be kuwait banko kan benim bara la bake sheikho toyala ana la dokunyol ana kafunyol ana la talibol ye baro menke ala yaje be ala dan la alame ibaraji la kayra la anim fanan mem fanan nana fulo dun tajam mo le ala na fulo bondi na fulo be diari nyame ka kunto fa ngol ka nyin jama ngolo o mari sheikhu ko ngani mbarbak ako bara te fa ngol malon jumaale jama ngol nyillo bari bi mo jama ni e fenke kala fi pour mo le alon mo be balon nal men nyin tilo men kono bi nyin groupe chatol men be dula bela message o suuta tili karile nyinke karile nyinke mol bu kele barajol fang ile barol fon sa e bu ka keno baro me yite famu malo famu tata wala mamuta do man ningo men fanan kam mutaje iko fanan muta ya be barajo tinya to nyino do mo fe mbalafta to labi olet ne fengo fenke mol kalon bari nyin jamo fo men yalo mo malo jumale fang na dia tay no sala tikedo kunta ina bi jang mo be saje mol sa jayi se bulol diala sanin te mbar bara man sulawol ka ta tela barajo be tankarinne abe maborinne alaya o mate to wara fengo fen karna jamaale be janga kitabo lon ne mel yalon ka fa lonna le safe bari mo fa mo malon jumaale nyin kitabo safe mo malon ngani lonna bal men to fo bukhari muslim abu daud anu tanol fo ngi lon melon bar lo ngolun ka fa rahimahullah ila baraje be fata ke la kaburol kon men fa ne barol ke je make ala nyani no kamay be la ila kaburol kon bi mo melon fang bari mo safo ko rahimahullah bala tabe janka kado kon to me yalna fa lo ndi jang sheikho ko nga anim barabak انم فنا مؤسسه مراقي للتعليم والتنميه بفنان نيمبار الباك الى لودولالا دينوي اني كفاسارو منك دينوي اني لوندولا جنجنديرو لا سونيالا بنيمبار الباك بوكيلو من شيخو لا درس جماعه نياجي كاجيلي مؤسسه مراقي الخيريه بمسلمول ماكوي كان بوركي لا دينو فام انم بوركا لوندول جنجا جان اني ندولا كوتين ولا بفنان نيمبار الباك اني مومو يلا دوكو بولاي ناتا مابين في جان نجاما يلولا malbe ni mbarala malbe tentula alla mabe nyimala momen nyannanun kamabe jambi anyanaka tambi nyi fawata mo jamaale bije nyaton ko banko nyaton ko lanin inyongol men nyantanun kamabe jang
bari mbi ngalo ne mi wato men kon bi election la wato le kono jama man tar maberin kombojang e olet ne mam mabeno bari men kera jambi ya kalamutale hani man tar jang ibalolla bari isondo mol be maberin fejanne anem fanan ila duwa fanan ben fejanne wato la kenya kama diamo ata jam fanola kadon khutbo fanan bina men meden ni jama wala kuwalla ngamera inshallah khatibo binale ay do man nim foje bari se nyoha kilo bula ku do man din kanje doron ni jamangol bi la probleme mo muneti na banko kan jamangol membe kering anu nga fale ko jamangum karamole jamangum ala badulal jamangum ala fin kondulal barnde la jamang jama bi lil asaf shadid muneka kije fembu ka kije na manke kabidi an kol balul jamangol dol ma faabe bar jamang jama wala ka kije kadum jamangobe melu buloko no askeno ala sulata meye ke jamaw nyin kono imma e malon wala ya lon ne bari nyaasoro bal jamaw dol bije ni tata je fang ite memu talibot wala de memu ustazot ka nyini bulu je pour ye darso kije ite chansota pour ka ite chansota la pour ka ile darso kije sai karangobe kala nyaadi le jamawol kono andu mo jama bije wol bukatano madrasal to pour kata karangol parna tara jamaw nyin kono darso be kala je ni modo na taje hanana ta nafilo laje wala na ta salolo je afanam be sile feje hanabe kala kalima kilinde wala kalima ful afanam be oto monadi amoni kono asa fanna faaji khutbal men kake jamo ko to nyaale molka karam wol konol bari niye banko le jamo ko debi na tara kemelem jaman tan konondo wala jaman tan sey ika tara jama bije wol men ka foje mol fam men be sirinje ma fam ibuka famu no fam sayen ne fam mol fam sayen kiling kiling ika khutbol fasal bar lunto fay ka fako malik la madabo kono khutbo bu ka fasal khutba mo mbuka fasari sani ni men na tasi je sa te be mo ne famu no ita khutbo hani fe ngata famu no khutbo kon ol la wato mu arabo le ol kadi amu ila moli arab kan wato ol la men ka fo khutbo to ika famu le bari te lañu wato kon mo men bina jamo kon ini a jube mo fula sabanani do ol le ka arab kan fam sa te o khutbo men be karan je o diamo men be fo je mol me fan na fano fen ni botaje ite diamu ta ko men fam kan be murna fo kan ka tu malon men fo raje oto ala nga wakil nga jama wol nge balundi nga jama wol di fondinke wala fondinke wol me yalon ka fako alay londo karfael alay londo karfa fondinke wol men ika londo futandino ika mol londino ila dino wala ala nga jama ngo ta nga karfa wala isaje na society se betia kadun jama ngo karam molem barnin jama ngo tuta mol bulu mol me yalon ka fako man jama ngo kitolo ila kunimo be mentiro ngo ore mos committee taraje kesol be bulje korol be kafala nyola dolon bari jamo wala kitol fango menti imalo jamo dol bije ni taraje jamo woni ni salo bantaron jamo hi ika soronne basti je pour que jamo soro bari mo nyana ka taraje chabo be momen bulu isaje nin kunata ko men kumara ko men nyana ka jamo kono isaje mol se chance pour que dun jamo kono pour que le koki pour que muhadaratol ke ka kawandol ke ka karandirol ke abe kol kono kol men nyana ka hakilo tuito baake jamo wala kola mo jama bi ka jama wol lole ni par de jama ngi tuje wonyama doron hani cash pa men nyen naka dun jama wala mita kono wallahi akodo bu kataraje do bi je fam koti wolem bal jio ka kuntu jama kono le asatar koti wolema tele jama ngi lo bari molte jiso to laje ibe sali jomu tal menna ibe la selena kala menna pour ka sali je ni jama ngolo ibe jama ngola depanso ibe atal ma fo ni mo jama ngolo taya dila par ni te na te jama ngolo kodo bebul hani kurango men nyen nakake ite fangola jama ko manki ko mola jama ko bala te fangola jama ngo men aya lo jama ngo nyimba tola ika keso le landi banta ka mol dani kodo la jumalo ngo kodo men ka kije wato do la fang kodi fambu ka soro purka hani cash pa kurango fango sam purka ke jama ko jama ngelbe ngelbe jama generator fango so nin kurango ta abe do yari mbak jama ngelbe jang ni tata je fang ngamol jama ngo lo jande jama ngo dol koti wala tam wallahi ni tata khutbo la ila doni ko ni sida bebe nolal kar il haji fam mantara jama woni jumalu ngo hani kan ni miro so ka fa ko ni sirango membe alma be sila kan naka fital nga senen la ibuka moñen naka taraje membe jama woni topotol moñen naka taraje membe jama woni sero diandila moñen naka taraje membe jama woni fitala me nga musola ko lon ne o musol men yalon ka fa ko kila alayhi salatu wassalam la watola men ka kila la jama o topotol nga ka fita aka sero dian kabiri muso nyi mbanta kila ya nyi nkaro iko ay muso nyi mbanta suto le mum malla finun kebata ni ntara nga sar kila ko afala kuntum adantumuni bi
muniati nal mang nkalamutan diala kol altele jututa ni marila ale amara ni mumon di ngolet menka alala jamangol topoto ake senende ake sero dian fale amara mo mo tentennet anu mola kum ima ala kol kumandi fa na taranu wolungo wobenta abubakar le fe wala umar wala ali wala uthman wala sahaba badu tendu ita sarle fo ita kila ulin bari nying mol ma kafu ko fongol kila sallallahu alaihi wasallam ko muniatinna almara ko fonyi kila ko dulluni ala qabriha ala la qabru itandin ya kila samba fu musoni na qabrul kila ta taje sallallahu alaihi wasallam ay rakafu la salje adwata musoni nin kam may itandi wala mu ko jamangol la topotoro fenne mu menku mata ba ajarata fan yimota wo man fengo fenne so na manki kalu wala jamangol ko la dron ka fita dron ka jube fo je serobe diaren ka jube fo jobe jobe jele ba mol sulata fengo men na bebi jele na kordal jube en kawol topoto nyame mudat nam buka alla kordal buka wol topoto nyame o nyama ninga ku kumari ku kumari so nga samba jamol kon futu sito on kata jamol kon nimmo bantan ka samba jamol kon idela ko ka folo jamol kon karniya moy moso dan ko futu le kata futu sito ka jamol kon ila kol kala ban jamol kon ni faare ke samba jele ye kuje ye topoto je salila jele mudat nante na jamol topoto la o nyama oto nyinum ko le di nyanakan hakilol tu ko men to bak ka football ke di mol la menu yano alondo be bulu andu mol kanyo sabanyin almamiyal no majang almamiya fam masuliyale nim mobe la salo be tele bulo kon bar dula dol bi hansa almamiya problemo mam banno je ni salwato si tan ni be salo lol dol nim bori bale kana pour mum itam bi nyaato dron mol ka bori ko men ite ka bori wonoma ngadi fonnin ke wala menu yalon ka foy 40 nkane tuma nkana je ko ikam molle ne wala ka molle kajef wolum tumar kumol leti tumar kumol men man dalil sot wolem folori nga jamawol ngi karafa fondinke wol menu ya lonko ya londo soto pour ka khutbo di mol anu men ya londo soto pour ka mol karandi jamawol kono londo wala men nafa me nafa son ani fana menu be muhadaratol nin kawandol kele jamawol kon pour mol sey fan nafa munet nanya naka jamawol dila karun jamawum karam bon leti anu nyule ka mol karandi no ila dinol ma fo ke bal buka keno bari fondinke wol ol ye tesidi karamo do ronne kam fem manke la baroti fokaran yeje dawda e keni la kitabol leje yeje dawda be londi ko dorner fulan jango wole mu ka jamol ke topodo wole mu botamen fola santen ke seniandi ke sero diandi anin ka lo jamangola kola teme yele jamangolo wallahi nin kumo la manke kon ke bondi kumole fe de yalanta yaira jaman jamal ko no jam ndata khutbo la dulya jamal na ko rosido tambita ni be kanne kilinkingol lebije hani almamo men fankana khutbo la wato do le buka paso fon diala no hari paso ka dila almamol ha asala doko be bula ina je pour ka mol kawan par hari paso ka ta ka di almamol ibuka keno jamo ngi fango ni ya jube yani ibalo ka fal to ngang hakilo to nyin jamo ngol lo ro man kanya ni ko nga jamo ngol nga bulo ko landi nyola nga fano lu ni jamo ngol lo ta foka pare wala kum mar walat na lonale kitabul safile fi ahkamil masajid jamo ngol kitol abe lola damen fo na banta menya naka kije to nyene mdo maniwo dinga men soto wato la kenya kama ndefangoma ni kuma kango ma prandinu natal don cheikh oyaje ko ndefana ngana ngado man nim fojang non ndefang ma nyenaka diamu nu jang mol be janne men ni diamu nyanta katam bindela bara ko fongana do don ngalbe ni mbara ngalbe tentu alla nala anim fanang mbeso nyo ma koy jama ngin be nyato ta soto la nyamenna anim fanang alota ko men kama obe sabat la jan nyamenna أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أمره
واجتناب نهيه وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن اتقى الله رفع قدره وأعلى شأنه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، وإن من تقوى الله تعالى امتثال أمره في عمارة المساجد بيوت الله. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعصى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة في الآية عباد الله تشمل العمارة الحسية والمعنوية في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى. فيا أيها المسلمون، المساجد خير بقاع الأرض وأحق البلاد إلى الله عز وجل. وفي صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. إنما كانت المساجد عباد الله أحب البقاء إلى الله لأنها محل ذكره وعبادته، ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل الطاعات وأجل القربات، وهي صدقة جارية باقية عامة ينتفع بها المسلمون لأداء الجمع والجماعات، وتعقد فيها الحلقات القرآنية ومجالس العلم النافع. وكانت الأسواق أبغض البقاء إلى الله لأنها محل الغش والخضاع والمعاملات الربوية والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: من بنى لله مسجدا بالجنة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر! فيا لها من بشارة عظيمة. فاحرص يا عبد الله أن تكون من أهل هذه البشارة التي هي أعظم المطالب وأرضه المكاسب، ألا وفي مثلها فليتنافس المتنافسون. وهنيئا لك يا عبد الله، وهنيئا لك أيها المحسن الكريم، أن سخرك الله وجعلك ممن يسرف جزءا من مال الله الذي أعطاه لبناء مسجد أو بيت من بيوت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبه له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله خلقكم لعبادته وأوجدكم سبحانه لطاعته. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما خلقكم للعبادة وأوجدكم سبحانه للطاعة، فإنه سبحانه وتعالى أمركم بما له خلقكم وحثكم ورغبكم فيما لها أوجدكم. فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مثل ما قال نينيا نجي رقمكم كتالا دينجران كانوا غني نينيا عنكم أجل نيني على لنا من قدر مسلم على في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أحب البلاد دعون دينجرا قانون تكاتا الله سبحانه وتعالى أيه مساجدها دعوكم مسلم نينيا عنكم دينجرا نبلون قانون تكاتا الله نقول دينجرا نسيا أيه مسلم وأبغض البلاد نين دينجرا قنينتو كاتا الله سبحانه وتعالى أيه أسواقها debe nsaramu hebe la ni misiruna iganya ni ndi ngira kanu tena kata Allah subhanahu wa ta'ala nasaru ni misiruna ni Allah bin mudiramu rogana ni misiruna ta ina Allah bin konne aru hebe aga Allah du ngandi aga ni Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik misiruna ni Allah bakirana aru misiruna yani muslimon me famuranga iganya ko muslimon me na iramu na hiya tabandi إيمان إيمان مننا مثل قفارين سيبان من موبي عليه الصلاة والسلام فكين الأخصار مثل من أخار سنبغان كل مثل تجين دين دي وانا كنا على مثل قران دي الله سبحانه وتعالى قد أتغسنا انتي أنا قل لي ألم بك قورني أدو قل قور بينه كمين جيرو تنتوني تكوني أنا كتا الله سبحانه وتعالى مثل ما إسي دين دي قران دي أنا قل لي صدق عني أبرا يوم رنتين دي حريكا من بانده fa bena munana golle ndabar golle be aga ibirandi ikala halle awagi ndi ndi kungol siru kala mun toya ay na misere chigini fa misere ngami na sadaqatu jariya ana gelli sadaqa mun to nyai ikama mun palle sadaqa mun be na ngala tan ndi ina hallo won tan na kala garan de fa mana kan sigi ndi miskine dangan abana na ken kali sahih abana de ngana fa mana hok sedu hok ina abana de ngana lakin ana misere chigini على مسلمون سؤالنا مسلمون سؤال سألني كم مثل اللغون فكي نسأل مثل سيجين دي أبرا جنجا قورو مسلمون كسه الله لدي سبحانه وتعالى ينتفع بها المسلمون جميعا مسلمون سوكهم أنتونا إلى لهم تتدي كم مثل يا إنا إجو من شرلون دباني أليجا من شرلون وكذلك إنا قرآن حلقا نمون يكون مثل اللغون سلتبرا سلتبرا كم مثل دي أبرا قرآن قرآن ada gondi sira dawari ada kawande ya ada kawande teringa ada hinga gondi kemi sira no gondi illa maganta bralena angen sidinara danya fakadhalika qablam bu tuwano ina wa umma ja ila wa umma nante majlisuna inira gani ku iritahu kum sira no gondi ngurana alladina sanhi wa ajruhu kem subrajena awakola ngani ale bega misire ke sidini maganya sabu ma misire ke kitandenga hibe garanya sabu nganya نيان دي راقول دي كاتا الله سبحانه وتعالى ناسا بنيا سقل ما غنبا يعني حلبان دان دي غرانا ادو مي جامبا دي غرا ادو ريبان ولا لما غون دي غرا ادو غاران تام كونيون دي غرا ادو نا نينا نون سوغي ادو نا مبال لو نام بالا كوي بكا الله سبحانه وتعالى قلنا الله بارك عليه الصلاه والسلام على سرني مش وسط الجنه كي كاندنا به على مسير سيدنا الله ده أتي حديث الذي كساه قطع عليه الصلاة والسلام أتي من بنى لله مسجدا يمن سوغنا مثل تجد الله لمن قرسي يبو يعري هتن بني هتن كل زرسو أمر مثل تجد الله لنهي فارك عليه الصلاة والسلام بنى الله له بيتا في الجنة ألنا كان سجد الله لنهي الجنة أنقر نسيت عنكم الله كمسره أننا gelni kenni so say koore dun kenna nasa wunya al janna kite ay ni muri hon ko dare muslimena muri ho sun damma agam koora dina al janna wa kadhalika ay ni tonun ko kallam tenna muslimen ta tonu kita hori na koto ana al janna kina ti gollo tiamu fa kala sabu akawanta koro sitan me samano ina me sama kata kelo golli dambe تيجي الله لنا لي أجل كمون كلام لي إيك الله إمرأة من سبحانه وتعالى بين أجل قايا كورة يا ميسا ما كتة خير يقول لنا أو قال لي يكون خير يقول لي أنا بيصير تيجي لي أرو نيكو نيكورة نيكي تاني مسلمون سوسايتي من دول فا الله تيجا أنتم به الله سبحانه وتعالى قال نيم أن يعند أنجل بيصير تيجي لي الله لنا لي نا نقول هون نا نقول قال لي أنا نقول قبل نقول نا نقول كده
Allah subhanahu wa ta'ala da kina na anda misirin kini da Allah da wanda kinga ina anda kompen kura gindi Allah komponga Allah subhanahu wa ta'ala Allah dine kompondi anturfa Allah hinna murigi kumpondi makina ya kompo kuyume nuna murigi wa yudu tarafi hasmuhu anani Allah hinna mkoni kumbisiru dohon kena sabi laki misiru na anta wa anta hina mkoni na malaga hiti Allah mpinye nasa mi Allah subhanahu wa ta'ala wa yudu tarafi hasmuhu أبي كم مسألة يصبه له فيها بالغضوب والآصال نبدأ سؤالا سرنا المري إذا الله بتكون كم قصون سوي التي رجال يبون يعني يبون على أن لا تلهيهم تجارة جابونا أن كي سؤالنا أدو خبى بكا الله سبحانه وتعالى يقولني فكذا كان أن كي يقولون على أن دي أني بينه دونك من سؤال بكا الله سبحانه وتعالى يقولني التي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أن سبب ذلك قرن كي يكون يقرصون يعني يخافون يوما يا كان قوتا قوتا كده تتقلب فيه القلوب والأبصار فكيف كان قوتا يعني فكيف نساو إلى يقرن كي يكون لسرين دم يعني قولوا أناني يكون سلمون تايل لم يكن كم قوتا فتوان كأن دلنا ننتي سربه angara misirul lajami ti allah subhanahu wa ta'ala batina ada hin konne ada sando ada ada hakka sigindena fa amkenna anna gisrede mu ikirunga taamu mu bisondo mu basabat ni alqiyama ko na fa allah subhanahu wa ta'ala yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar fa kebe kuna kempo ta kirunun taarin ta bunni mariya ayi kebe ga koni aya kebe onda gati yuzkaru fiha ismuhu yusabbahu lahu bil ghudubi wal asar rijalu la tulhihim tijara ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فأيها المسلمون، ما المسلمون؟ ولا أشكه من دون أن الله سبحانه وتعالى أركب لعبادته كرون بكوا. الذي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إك ألا إما جن أن أمر من تلهو أنك ما أنت باني إني بس. فالله عز وجل أدرك يا تبينا ogaruri yunadi awasona kuna jomba Allah batta sakatuma kensu dange halle adonya ma kemba pie Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas faqunchu ubudu rabbakum qasukum anduna Allah ubudu rabbakum qasukum anduna Allah Allah kebe ala raqatun sasa surontaga ala beenu raqatun tan walladhina min qablikum qala anabatu la'allakum tattaqun dukata hakuma kanaka Allah alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha alla kebe gara niyenya kala nani bahi hoya wa samaa ala kambu kena kala nani binaa mtage hoya wa anzala mina samai maa ala yanka ninenya gendika munga jinga fa akhraja bihi mina thamarati aya abaka nini tikengi yanka ntia gendika mkeri wa jagunna wa nagabena rizqa lakum wa jagaya kala nani falata jaalu lillahi addada amati dunya alla lakani wa antum ta'alamun la ala fakum abna dikunga kumbelika manwe. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala atike aya tafsirini atitunga kebe gara kuhikun tusuta ga aya kena wani kemba ne subhanahu wa ta'ala aya kubatuye nina kawa. Tango nusibi ya Abdallah fabadir kenye jo katta Allah subhanahu wa ta'ala batye wahdar kulla lhadar annam mani hadhe su kemba gendi shaytani sa musibin nina nimetu wa'alamu annakum mulaqu rabbikum kata di osu ono kamange malle maruna fa sa'idu lil liqa ona oduke mundi Allah subhanahu wa ta'ala ke malle maruna fa man kana yarju liqa rabbih sirbe garanya ngali kamange malle maruna la jigi fa ya'mal 'amalan salihan akama na golle be ma ko tonte nanti sirena wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada amma illa likahu ji kama batin yambani suya ya ayyuhal muslimun inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan الله عز وجل أو نعمر من التي تلمون تاونا والإحسان أرسلون تاونا وإيكا إذ القربة أرنا مارن مفلتونا ننكو ننسلو كتيا وينهى عن الفحشاء والمنكر أو حتد لبكا يقول انت نينا أرو هنر نيني والبغي أرو ياديه يعيدكم الله وقت كواندي لعلكم تذكرون دو قد أعطونا أنا كواندي كلا فاذكروا الله العظيم يذكركم قال عبد منكم انا فهمكم واشكروه على نعمه قال عبد كوفا حين مكهم كما يزدكم انا قجيدي ولذكر الله اكبر الله يقول لنا يا قرى هوي
والله يعلم ما تصنعون. الله عز وجل أوام بيزو كيف دبرني. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعلنا يا رب العالمين من عبادك الصالحين إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم تقبل من المتبرع الكريم عمله واجزئه عن الإحسان إحسانه وعن السيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعله من عبادك المقبولين ولا تجعله يا رب العالمين من عبادك المردودين. اللهم ارض عنه برحمتك يا ارحم الراحمين. والله اعلم والحمد لله رب العالمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير